مهم جدا وحدث فريد من نوعه. دايما دايما النادي الاهلي بيحاول يقرب لجماهيره في كل مكان. قريبا باذن الله من ضمن الخطط الموضوعه بالنسبه للنادي الاهلي ان يبقى فيه فروع مثلا في بعض المحافظات، يعني بقدر المستطاع النادي الاهلي بيحاول يشتغل ويحاول يسعد جماهيره واعضائه في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، وده امر غايه في الاهميه وامر مميز جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. ودي لقطه ايضا مميزه كابتن محمود الخطيب ونائبه سعاده الوزير طبعا السابق العمري فاروق. فالامر ده غايه في الاهميه وجيد جدا، نتمنى لهم دايما يا رب التوفيق وان هم يلبوا كل طموحات واهداف جمهور النادي الاهلي في مختلف